واحد نوك واحد نوك واحد نوك. بلاش 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 بالراحة مع بعض مع بعض يا اسمه هتلاقي روح وش اسمه ما لحقتش اضرب انا جبت 3 راوند اصلا. هو فين تحت 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 فوق راف اللي فوق راف اللي فوق راف اللي فوق هينزل لكم هينزل لكم هينزل دلوقتي يا بيدو الراوند ليك بيدو امسك هناك بس كده عند هنزل لك خف يلا يلا بس طبعا دبل كيل روح انا نط يا اسطى نط يا اسطى بس من عندي يا اسطى عشان اخد الكيل يا اسطى بتاعك يا اسطى نط عندي يا اسطى اخد الكيل يا اسطى دماغه دماغه دمت عليه يا اسطى عشان اخد الكيل يا اسطى ايده بيدعم الاخر نط 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 والله على كلبوس على كلبوس اولي وقت كلبوس يلا يا عم يلا خصم طلقه بيجري بلوكات خرا اقسم بالله العظيم بتنوت والله البلوكات دي على فكره هم بيقفوا فايت على فكره انتوا شايلين لكم بس اختاروا فايت يا جماعه ما خدتش منه طلقه اصلا انا هطلع بقى من الكلام ده يلا خصم بقى يلا هو على الخاص شوف بقى شوف شوف ده الخاص ده الخاصي بقى دبل كيل يعني انزل لي يا جدعان المفروض ما كان مسكين الحته ليه يا كلبز حرام عليك انزلي من البيت كده والله العظيم يا ابني والله يا جدع مش تيجي كان في واحد تاني على كلبز على كلبز يا كلبز ده خاص هتتركب ده خاص يا جدعان نسيتني ما معيش ثلجة نسيتني ما معيش كرة ثلجة يعني واحد يجي يبص معايا هنا على البيت واحد يجي يبص معايا عايز واحد معايا تعالى يا سعد يا عم انت يا سعد تعالى يا سعد تريبل كيل انا ما كانش معايا طلقه اصلا مش عارفه انا ما بعرفش اكبر من هنا اصلا يا ليو ما بعرفش اكبر من هنا خالص يا ليو مين ومين والمفروض اليمين يطلع عشان ما اعرفش انت اصلا سايبين اللي جنبي ما اعرفش انا بقولك كده بقى عشان كل واحد يلعب لوحده وما بتقسم اللعبه ده انا اكبر يا سعد انا مش عارف كفر بقى انا وليه لوحدينا انتوا بتعملوا ايه كفر يا جدعان كفر علينا بس كفر علينا لازم بص روح الدنيا بتيجي انا عارف انتوا كفر علينا هيبوش علينا عليكم غرموح لان الاربعه قدامنا اربعه ايه اهو دخل فول هيت مني ازاي خد فول هيت
يا جدعان واحد فول هيد اربعه ازاي يا بيدو عندنا ثلاثه يا بيدو يا جدعان اهدوا يا طيب يا جدعان اهدوا اهدوا شويه كده نلعب اللي عايز يلعب يعني والله العظيم مش عايز الدمج بس انت ما سبتش سلاح كنت عمال تنط ايوه ما انا بقول لك لقيتك مره واحده كده عملت تنط فاستغربت قلت بلوك ماوس ولا حاجه دبل كيل اهو يا عم اتفضل يا عم اتفضل يا عم اربعه يا عم بيضربوا فيا كل مره مش هبوش يا اسطى والله ما هبوش قاعدين امي كله بيتقلب في ثانيه في ثانيه كده حدا نعم واحد يطلع فيديو انا انصحك يرجع يا اسطى يا جدعان مكبرني يا دين يا سموس انا غيرت البيت ما قلتليش طب قول لي يا سموس بقول لك يا بيدو بيدو ايه الناس اللي بيحصل ده بيدو هم بيشيلوا مني رول في السيرفر بتاعهم يا جدعان اول مره تلعبوا معاهم كيف الباص لا واللي عايز يلعب بس ان هم مين بيضرب في الاوبن بيضرب في الاوبن احنا نقدر دبل كيل بيدو يا بيدو انا بتكلم انا دخلت فيهم عشان اقول لهم على البوش بعد ما خليتهم شالوا الدرون ده هطلع دين ابوهم اهو يلا مين يا بيدو كمل يلا تمسكوه بديت دبل كيل زي ما احنا بنلعب خلي الجنب هذيك كم بار كفر كفر فايق تعالوا حد ابوك كفر جامد يا ميدو يا ولا يا ابن اللعيبه يا ميدو جي جي يا جدعان يا بيدو ايه بقول لك ايه شفت الضحك اللي حصل دخلت السيرفر بتاعهم يا اسطى عشان اشوف عشان اقول لهم شو عليه الزك بعد ما طلعت لقيتنا خدت من الروت لا نوكي بيدو عندك جاكين كمان يا بيدو يا ابن اللعيبه يا بيدو قوي يا بيدو والله يا جدعان ايوه كده يا بيدو جيجي عاشك الله كيمو الدمج First blood. والله اديته ود. لا يا كلب ما تخش كده. انا عارف اديت 150 فقلت اجري عليه بسرعه جميل. استنى كده يا جدعان. استنى كده.
يا لهوي يا جدعان يا جدعان مو حيقول يا جدعان مش كده مو حيقول بس First blood. بس خلاص تمام. واحد نقطه. هدوا اللعبه هدوا اللعبه يجي. ودي نقوم الدمج دبل كيل. انا خفيت واحد على يا ميتو مش بقى فاهم انا بديك واحد فيرست بلاد باجي نقوم مع الفارة رجع كيم بيتك علي كفو 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 اوكيمو اوكيمو عندي عندي ميدو عندي مش عايز افهم مش عايز افهم بيدو شيب بيدو ليه واحد خير جره بس بيدو اللي كان عندك انت مطلقه هو الواد الواد مخنوق قال الواد مخنوق قال واحد واحد اسمه واحد كفو مستحيل بقول لك يا اسطى ازاي ازاي جدعان الواد دلوقتي مدفع نفسه واختفى ربنا اختفى بس دبل كيل دم واحد دمه ضربه سنابه ضربه سنابه اضرب شوط اضرب شوط اضرب دبل كيل يدين امي على السنايبر عايز تضرب معايا بيدو اللي بقى شيل الاستر رول بتاع الاونر دي من الدمتنا كده كده لايف ما يجي معلش عشان بس انا عليكم دلوقتي هو السيفر ده بتاع مين اصلا بتاع مين ما فكرش